لم تنل ظروف العمل القاسية وعناؤه من سعادة إسماعيل وأصحابه أثناء تجولهم اليومي لتوفير لقمة العيش في مديرية حيران شمال محافظة حجة بعد أن ضاقت بهم الظروف المعيشية الصعبة، لكنها نالت من فرصهم بتلقي التعليم. أبكر من بدري بعد الشقارة أطلب الله أحصل بعد الكرسي 7 ريال. طيب من متى تبكر؟ أبكر الساعة 6. الساعة كم تروح؟ أروح المغرب. أشتغل عيلة معي أسرة، طالب الله عليهم، في اليوم أبيع 3 4 3 أقع بعدها 21. اتسعت رقعة عمالة الأطفال وتسربهم من المدارس أضعافا خلال الحرب مع اتساع الفقر والنزوح، حيث أجبر مئات الطلاب على ترك مدارسهم والاتجاه إلى سوق العمل، إذ تقول إدارة التربية بمديرية حيران شمال حجة إن نسبة تسرب الطلاب من المدارس خلال العام الدراسي الماضي بلغ أكثر من 20% في المناطق المحررة من المحافظة. تجد في هذا السن لابد أن يكون في هذا السن في داخل المدرسة، لكن أكيد لأنه الطالب نفسه ليس لديه يعني ما يحتاجه للمدرسة من مصرف من ملبس إلى غيره. تقول منظمة اليونيسف في بيان لها مطلع الشهر الجاري إن قرابة 4 ملايين طفل معرضون لخطر تعطل العملية التعليمية أو الانقطاع عن الدراسة، ويحتل أطفال حجة نصيبا وافرا من تسربهم من المدارس ومخاطر انخراطهم في أعمال تهدد مستقبلهم التعليمي. في أماكن كلها لا تخدم هذا الطفل، بل يعني تنقل الطفل إلى مرحلة خطرة جدا، ويبتعد عن المدرسة، ويبتعد عن الثقافة، والانخراط في أعمال لا تعود عليه بأي نفع أو أي فائدة. لم تكتفي الحرب بتشريد آلاف الأطفال وانقطاع تعليمهم، لكنها تخاطر بمستقبل جيل عانى طفولة قاسية في ظل أعمال عنف وحرب يخشى أن تأخذهم كما أخذت بلادهم نحو الجحيم.